بسم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ربنا أعنا على طاعتك وزدنا تقديرا لك يا قدير عليم، وأنت أهلنا ونحن أهلك يا كريم. أنت أهلتنا للإيمان فزدنا من هذا التأهيل يا عظيم يا منان. أما بعد، السلام عليكم، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر. يسبحون الليل والنهار، يعني قولوا 24 24 طول نكتمع سونس انتربسيون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أوكو لاسيتود، تقولش أنا تعبت في التسبيح. وقتاش كان التسبيح لله سبحانه وتعالى يتعب، هو يغذي ويطهر ويشفي ويسعد ويقوي العزيمة والاندفاع نحو التعريف بالله سبحانه وتعالى، نحو الجهاد في سبيل الله، سواء كان مع أنفسنا الأمارة بالسوء أو مع أعدائنا المجاهرين والذين بالليل والنهار يتآمرون علينا ويجمعون الجموع. ورينا كم من مرة في العصر هذايا كم من جموع جمعت لأن واحد منا كصدام رحمه الله حي وميت، ما لا شمه لكون هذاك بداية الثورة الإسلامية، قالوا لازم نقطع الرأس هذايا باش نرتاحوا من الجسم اللي يتابعه. الجسم اللي يتابعه هو ربما خير منه، وسترون العجب العجاب في هذا الجيل أو الذي بعده كيف سنرد عليكم ردا يكون فيه المولى هو الناصر لنا والمذل لكم والقاهر لكم والذي سيبيدكم إبادة لا مجال للهروب منها، فقضاء الله مبرم. حبيت لكرتم، أنتم حاربتم الإسلام والله كفيل أن يحاربكم كرب لكل الأنام. نسأل الله النصر القريب، آمين يا قريب.